أنتر. آخر مواجهة بين الكاميرون وبوركينا فاسو، تعديل أولى وثانية والمخالفة، وأول انذار في المباراة، أول انذار في المباراة لستيف ياغو. ستيف ياغو بالأذن ثلاثة، يوزع إلى توماس سنكونو، إلى إدريس 50 عام يتولى تدريب المنتخب البوركيني منذ 2019 خلفا برتران تراوري. تصويب والعاونة بوركينية، يوزع يوزع الكل. باباكار باباكار وينو كابتن منتخب الكاميرون، يصنع العجب العجاب ويضيع الكرة بعذاب كبير. كرة سالة عند الحارس إيربي على طول لأدما كيرا، وترجع الكرة بوركينية والمخالفة كاميرونية، ترجع الكرة للكاميرون. الغدارة كرة سالة خطورة، يوزع ذلك التسلل أونانا، أندري أونانا. التماس يعود للكاميرون، هجمة سريعة لمنتخب بوركينا فاسو. دي بعيد الكرة على طول الحق، مخالفة واضحة طويلة، تدخل قوي من يتسوفو دايو انجمالو، كرة في القائم الثاني. التوزيع والركنية، عبدول تابسوبا والركنية في التغطية لعيسى كابوري في اليمين. بوركينا فاسو خطير ومكار، جول 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 جول. فانا سانكاري حدانو سانكاري جبانو سانكاري، الخيول البوركينية سريعة رهيبة وقوية. هذا هو منتخب بوركينا فاسو. يوزع تغطية من سيبياغو انسو اباباكار، تعدي له الكرة جاملو، قوة كبيرة والمخالفة ضد باتريك مانو، مدافع حسنية تقدير ثاني المنظرين جاملو، لكن كرة سهلة كان دفاع كاميروني. عيسى تصويب لكن بعيد، تعود لأندري أونانا. عبدول تابسوبا مهاجم ستاندر ليج البلجيكي يمثل الإسلام، داعت بين المنتخبين في المغرب 2-2. أبو بكر جول، أبو بكر جول، أبو بكر جول، والأسود تتحكم في أراضيها. الكاميرون يعود إلى الفنون، خيول بوركينا فاسو تعاير كل الأضرار. باكوي تأمين دفاعي من ميغيل مندايو، والحارس نسخة كربونية فانسور، غير هانو غير هانو وحتى هانو، والكاميرون زلزال في مدرجات أولمبي. الكاميرون مشاهدينا الكرام يأخذ الأسبقية أمام خيول.